الدم نفديك يا شهيد نفديك يا شهيد نفديك يا شهيد. باسمي واسم قوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا أتقدم بأحر التعازي لذوي الشهيد. شهداء هم قادتنا، فعندما نتحدث عنهم فنحن نتحدث عن الكرامة والمروءة والتضحية. فلهم تنحني الهامات والرؤوس اعترافا بفضلهم علينا. نقول للأمهات أنك أنجبت رجالا لهذا الوطن، رجالا يدافعون عن هذا الوطن. هناك أبناء من هذا الوطن يتحالفون مع الخارج ضد أبناء جلدتهم. ندافع عن وطننا بدمائنا، ولكن هناك مرتزقة باعوا وطننا وهم الآن بالخارج من أجل صحيح شهداء. الله لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله، لا إله إلا الله والشهيد حبيب.